لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك حتى بلغ تبوك، فسأل: أين كعب بن مالك؟ يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه معجبا بنفسه مختالا. بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد. تيقن كعب بن مالك أنه لن يلحق برسول الله، فأصابه الحزن والهم، حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد كل سفر يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يجلس مع المسلمين. بدأ المتخلفون عن الخروج في سبيل الله في المثول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلقون الأعذار واحد تلو الآخر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم رغم علمه بأنهم كاذبون منافقون. يا رسول الله، إن الحر لشديد ولم أعد أتحمل حرارة الشمس، فخشيت أن تكون هذه تهلكة، وقد نهانا الله عن ذلك. يا رسول الله، إن الفقر قد ضربني وأولادي، وإن خرجت قبل أن ينضج الثمر جاع الأبناء. قبل محمد أعذارنا واستغفر لنا أيضاً. وقد رحمنا من مشقة السفر وبعد المسافة في هذا الوقت الذي لا تغيب عنه الشمس أبداً. كان يريدنا أن نحارب الروم، والله لو خرجت معهم لمت قبل أن نصل. كيف نخرج من المدينة في هذا الحر الشديد؟ والله يا كعب، إني لأعلم شدة ندمك على تقاعسك عن الخروج في سبيل الله، وإن الله غفور رحيم. اذهب إلى رسول الله يستغفر لك، وأنت تعلم مدى رحمة رسول الله. ماذا أقول لرسول الله؟ ماذا أقول ولم يكن لي عذر؟ فوالله ما كنت أيسر حالا من ذلك الوقت، وما اجتمعت عندي قبل ذلك راحلتين إلا يومها، ولم يمنعني إلا استثقال المسافة في الحر الشديد لملاقاة عدو كبير. كيف أتجنب سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أخرج مما أنا فيه؟ نعم، أقول له إنني كنت مريضاً، أو أن زوجتي، لا والله ما أكذب على رسول الله أبداً، والله لن أنجو إلا بصدقي. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم المعاتب، ثم قال في لين وعطف: ما خلفك يا كعب؟ إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا
لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطاني الله القدرة على ذلك في الجدال، لكني والله قد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليسخطنك الله علي. يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير له أن يكمل حديثه. والله يا رسول الله ما كان لي عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. والله ما علمناك قد أذنبت ذنبا قبل هذا، لماذا لم تعتذر لرسول الله بعذر يبعد عنك سخطه وتكسب رضاه بعد أن يستغفر لك؟ نعم، كان يكفيك استغفار رسول الله لك. ولكن هل فعل مثلي أحد ولم يقدم عذرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، رجلان قال مثل ما قلت، وقد قال لهما رسول الله مثل ما قال لك. من هما؟ مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، قال مثل ما قلت. والله إن الرجلين لصالحين، وقد شهدا بدرا، وهما قدوتي، ولن أكذب على رسول الله. بارك الله فيك. يا حبيبي يا رسول الله، نموذج في التربية ودرس جديد من دروس السيرة النبوية، حيث نجده يعامل المنافقين باللين والصفح، ويأخذهم بظاهرهم وهو يعلم مخبرهم جيدا. أما المسلمون الصادقون فقد شد عليهم وترك أمرهم لله ليطهرهم من ذنبهم، وهو شرف وتكريم لا يستحقه المنافقون. نعم يا إمام، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلمين جميعا عن الكلام مع الثلاثة الذين صدقوا رسول الله ولم يكذبوا أو ينافقوا، فاجتنبهم الناس. وكان كعب بن مالك يخرج من بيته فيتجنبه الناس ويتحاشوه، ولم يكن أحد يرد عليه تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أخي. أه